مين بدك؟ ضابط ولا أم ولا الضابط؟ تتذكري يا نور لما ضبيت تيابي وقلت لك بدي فل؟ يومين عملت لها زيارة لأمه للضابط، قتلتها بنص بيتها من بعد ما شربتني قهوة سايطة. اي سايطة. وهيك تأكدت انه الضابط رح يفقد سيطرته وتركيزه، وهيك صار. مش عم صدق. كتير منيح. رجع قطاع قدام البيت بعد نص ساعة. حيالله تحرر غريب تتصل فيي بسرعة. مفهوم؟ يعطيكم العافية شباب. الحرس قدام البيت كانت من أهين الجرايم يلي ارتكبتها بحياتي. شباكي كان بيطل على الساحة يلي قدام البيت. كنت انطر الحارس بس يخفى بالسيارة. انزل على السكت على مهلي افتح الباب وعلى مهلي اجي من ورا السيارة اوصه واطلع بسرعة على البيت. كلهم ماتوا من تحت راسك يا ست نور. شرطي ورا شرطي وحضرتك ما معك خبر بشي. كل المطلوب مني كان تحويل المصاري للدكتور بدران. قتلتن حطيت نفس الرسالة اطلقوا صراح الدكتور بدران ولعبت دور المحبة يلي بحب صالحك. وانت ما معك خبر بشي ابدا. وحدة انا نيجي. معك حق، انا بوافقك الرئيسة لبيبة. انت اخرس، ما حدا طلب رأيك. كل هالوقت وثقت فيك، خبرتك عن حياتي الشخصية، خبرتك عن حالي، خبرتك عن أسرار العائلة. لكفيلك. ولما الضابط بلش يشك إنه كلهم عم بيروحوا غدر، غدر يعني المجرم عم يغدرهم من ورا. ومن ورا منين يعني؟ من ميلة البناية، يعني من نص البيت. وقبل ما يشك فيي قررت أقتله. مع انه كانوا اثنين، واحد عم بيراقب على الطريق والضابط كان بالمدخل. فكانت القصه كتير هينه علي. ايه ست نور، شو حاسه هلا؟ شو حاسه من بعد ما عرفتي انك انت السبب؟ انت قتلتيهم. صحيح انا نفذت بس انت السبب. الكابوس ببلش بس يوعى الإنسان، بصير يتذكر ويحلل ويفكر. وإذا سأل حدا دغري بيسمع نفس الجواب. انتقل العشاء ضربني وبكى، ما حدا بيسأله ليش ضربته. ليش؟ لأنه الكل عايش بكابوس، مع أنه الأغلبية بالأيام بيناموا بلا عشاء. نعم سامي الرئيس، أي أوتيل؟ صاروا يومين بالاوتيل ونحن ما معنا خبر. واذا كان متنكر الحمد لله على السلامة. بدك تشرب؟ بجيب لك تاكل؟ سيدنا مش عم بفهم عليك.
بدك قلم وورقة؟ أروح على الاستعلامات جيبهم بسرعة. تفضل سيدنا. يلا سعد. يلا نور. حب الاوراق. 3 ملايين دولار للدكتور بدران و 3 ملايين دولار لإلي انا. حبيون. وقف ادرعك! احنا ما فضي مش براسك. يلا نور. عب الاوراق. ابدا. نصيحة مني تعبي الاوراق. احنا ما خليك تعبيهم بالقوة. شو ما عملت ما رح امضي ولا رح اعبي الاوراق. ما رح تتغير بل رح تضلها هيك. اسكت انت. كل اللي وصلني له لهون من وراك من وراء قرفك وطمعك وخبسانتك. اسكت. ليكي ما تبلشي، ما تخليني افتح اوراق الماضي. تفضل افتح احكي. خلاص انت وياها. اعبي الاوراق نور. افتح الباب ومين ما كان يكون ما بفوت. سامعه؟ قدامي. انت خليك محلك. قدامي. قدامي اللي بفوت بيموت. نور وائل. رد علي وائل. رد علي وائل. قول لورا لورا. يلا نور قوم وقفي معهم. يلا بسرعة. رح تمضي الاوراق نور. نور بدك تمضي؟ ما حدا يتحرك. نهاية سعيدة أنا إلا بداية لقصة حزينة. بس تقطع البداية بدها دراية، وإلا بترجع بتفقس وبتكش من أول وجديد وبتحز على قلوب اللي عايشينها واللي شايفينها كمان. كشفت كل وراء السطح ونوصلت البداية بالنهاية، وما باقي من الحكاية إلا كم طرطوشة حزن وفشة خلق. خلي الواحد يرجع يفكر ويكش ويفكر من أول وجديد. كيف؟ فيها قفشة.
كل الحقائق انكشفت والمصايب انتهت. مين كان يسترجي يشهد ضد الدكتور بدران؟ كان حاكم البلد وراعبه. ولكن بأي تمن؟ ضحية جديدة بخدمة التجارب الإلهية. هذه الكلمة الوحيدة اللي بقدر أقولها لو شو ما كانت موجوع ولا مبسوط ولا شو ما كانت بحبك. وقت